فقرتنا الأخيرة النهاردة فقرة اجتماعية نتكلم فيها عن موضوع يهم كتير من الأسر المصرية، تأثير الخلافات الزوجية على الأطفال، كمان لو الموضوع تطور لانفصال إزاي ممكن نتعامل مع الأطفال في الحالة دي وتأثير التجربة دي عليهم إزاي. ده اللي هنتكلم فيه مع ضيفتنا أستاذة سهام حسن، أخصائية نفسية وتعديل سلوكيات الأطفال. صباح الخير وأهلا بيك. صباح الورد يا أستاذة سهام، وعايزين نعرف مشاهدينا أكتر الخلافات الأسرية تأثيرها نفسيا وسلوكيا على الأطفال بيكون شكله إيه؟ تمام، احنا اتكلمنا الاسبوع اللي فات في الخلافات اساسا الاسريه، خلينا تبقى دي التابع او الجزء الثاني بتاعها. الخلافات الاسريه قلنا مش كل الخلافات الطفل هيشوفها، حلو ان هو يشوفنا ان احنا مختلفين عشان يحس ان الحياه مش وردي، في حاجه في ايقاع الحياه لازم تتم علشان تتم بعد كده العمليه بسلاسه. بس الخلافات اللي هتوصل للعنف او ان هو الطفل يشوفنا ان احنا بنختلف على تربيته، دي لازم ان احنا نجنب الطفل منها. دي حاجه. طب لو وصل بينا المطاف ان احنا مش متفقين، يعني في اطفال في النص ما بيننا بس احنا مش متفقين، يبقى معنى كده ان انا هستخدم اسلوب ذكي جدا في ان انا يا هفعل مبدا الخصوصيه في ان انا هتخانق انا وزوجي وليكن في اوضه نومنا او الاطفال نايمين او هم في المدرسه في اي مكان او اتفضلوا على اوضتكم دلوقتي وهتكلم معاه. طيب الموضوع تطاول وبدا ان يحصل فيه عنف اسري اللي احنا اتكلمنا عليه اللي بيأثر اكتر على الاطفال، يبقى هنا لازم ان انا احط حد، والحد ده بيبقى في اغلب العلاقات الزوجيه ان انا خلاص مش قادره ان انا اكمل، احنا مش متفاهمين فاحنا هنبعد عن بعض. طيب وصلنا لنقطه احنا هنبعد عن بعض، يبقى هنا لازم ان احنا ننفصل بتحضر، بشيء من التحضر شويه، بلاش ان الطفل يشوف ان احنا حتى برغم ان احنا هننفصل فان احنا بنذكر بعض بشتايم او سب وقصف، وفي بتوصل او الخناقات على الطفل نفسه، يعني ساعات أكيد. الطفل نفسه بقى جزء في المعركه دي طبعاً. بان احنا بنتخانق عليه الطفل في المدرسه، فالاب يروح ياخده بدري علشان خاطر قبل الام ما توصل، وغيرها بقى من الحاجات اللي بندخل بنقحم فيها الاطفال في المشكله، بيلاقي نفسه جزء من المشكله ومش ذنبه طبعا. وطبعا بيسمع بقى اللي هو ايه مامته مثلا ده بابا خطفه، هو ما فيش حاجه اسمها ان بابا خطفه، لان كده كده اساسا حتى في القانون ما فيش حاجه ان الاب يخطف ابنه لان هو ابوه. بس اللي احنا بنتكلم فيه وبيبقى اصعب كمان لو الموضوع وصل للمحكمه والطفل بيتخير هيعيش مع مين، كل دي اثار سلبيه بتاثر على نفسيه الطفل ومن بعد كده سلوكياته. ده مش هيبقى طفل سوي بدرجه كامله، او هو مش هيبقى طفل سوي اصلا، ان هو بعد كده هيبدا يفتح اسره او يعيش مرحله المراهقه والشباب بشكل عادي زيه زي الطفل اللي عايش ما بين الاب والام، في اكتفاء وفي استقرار نفسي وتوازن نفسي، مش هيبقى زيه اكيد. يبقى احنا اهم حاجه نركز عليها ان احنا هننفصل او انفصلنا خلاص يبقى في تحضر، في مناقشه الاسباب ما بيني وما بين ابني احنا هنتكلم عليها لما ابني يسالني هو بابا مش معانا ليه، او هو انت ليه مثلا خليتي بابا يمشي من البيت، لان ده اللي الطفل بيشوفه، او ليه مشي وسابنا بالظبط، او هو بابا فين ليه ما بيسالش عليا. الاباء للاسف اللي هي بتبقى شايفه ان بعد الانفصال مش هسال او مش هتكلم، انا خلاص كده رميت طوطهم زي ما بيقولوا، فللاسف الام بتبدا تقنع الطفل ان هو مثلا يا مسافر او ان هو توفى، دي بتبقى مشكله اكبر. انت عشان تهيئي الطفل بقى ان الاب موجود او رجع بعد فتره غياب بعد سنين، ان الاب لسه لازال حي على قيد الحياه، بتبقى مشكله كبيره جدا للطفل. بيشوف الام ان هي بتكذب، ان هي كدابه، وان بابا كان موجود فعلا وانت اللي اخفيتي عن الحياه دي. فعشان كده دايما بقول للامهات والاباء سيبوا الاولاد هي اللي تختار هو شخص كويس ولا وحش، هو شخص ينفع ان انا اتواصل معاه ولا لا، هو اللي يقيم، يعني قصدك ان هو الطفل من خلال تجربته هو اللي يقيم أكيد. ويبقى ليه راي في الموضوع اكيد. احيانا الاب والام في الحقيقه بيقعدوا يسوقوا صوره بعض قدام الطفل، يعني في جذب، عايزين كل واحد عايز يشد الطفل لناحيته، فدي تقومه على بابا وتبين له ان بابا قد ايه شيطان، والاب من ناحيه ثانيه يبين للام قد ايه شيطان. الطفل في الاخر بيطلع شكله ايه بقى؟ ما هي دي مع النقطه اللي احنا ذكرناها، ان انا اسيب ابني هو اللي يختار، هو اللي يقيم المشكله اذا كان ينفع ان اتواصل مع الاب او هو شخصيه سيئه او لا. بس قبل كده لازم الام والاب يحرصوا عن دايما انقل صوره ذهنيه للطفل ان البابا كويس جدا يا حبيبي، بس احنا ما فيش بينا اتفاق، ما فيش بينا اتفاق. طيب تعالي نفترض انه بالفعل لا في اب سيء او ام سيئه، لا ده بالفعل وده كان السبب في الطلاق، وانا عايزه احمي ابني من هذا. ما اذكرش ده لاخر وقت لما اجمل صوره الاب، حتى لو هو يعني سوري بيتعاطى المخدرات او هو فعلا عنده اضطراب نفسي لدرجه ان هو ما كانش قادر يعمل كنترول على نفسه فبيضرب الام قدام الطفل، لازم لاخر وقت بقول للطفل ان باباك كويس، باباك شخصيه او قدوه، يعني احافظ على القدوه طبعا
طبعا. طيب احيانا الموقف ده موقف الانفصال، وان كل طرف من الطرفين حتى لو هم متفاهمين عايز يستقطب الطفل ناحيته، عايز الطفل يحبه اكتر، فبنلاقي في الاخر ان الطفل بيطلع انتهازي. أكيد. بيطلع ان هو بيستغل الفرص، بيلعب هنا شويه وهنا شويه، يستفيد من هنا شويه ويستفيد من هنا شويه. ليه بقى؟ لان احنا قلنا لما نيجي نختلف على اسلوب التربيه ما نختلفش قدامه. بابا طول الوقت بيقول اه بس ماما بتقول لا، او العكس صحيح، او بعد الانفصال كل طرف زي ما انت قلتي عايز يستقطب التاني ناحيته، فهيبدا بقى اللي هو ايه، ماما بابا مش راضي يديني فلوس، في حين ان بابا اداله فلوس، هاتي انت فلوس. فهو عارف وواثق تمام الثقه ان مفيش تواصل ما بينك وما بين الاب. التأثير على النفسي على الطفل بيختلف حسب المرحلة السنية اللي هو فيها. يعني لو حصل الانفصال والطفل صغير عنده 3 أو 4 سنين، غير لما بيحصل 12 15 سنة، غير لما بيحصل في سن أكبر من كده، كل حاجة بتبقى ليها انعكاسات على الطفل. أكيد. مختلفة. قبل الثلاث سنين هو مش مدرك معنى الطلاق، بس بيأثر في غياب أحد قطبي التربية، أب أو أم، غياب الأب أو غياب الأم، بس هو مش مدرك يعني طلاق، بس مجرد غياب حد فيهم بيأثر عليه نفسيا جدا، بيسبب مشاكل نفسية. يعني طبعا في توازن في الأسرة، لما طرف من التوازن ده بيختل طبيعي أنه بيحصل له اضطرابات نفسية ومن بعدها مشاكل سلوكية. إزاي أنا أقدر أتفادى مع طفلي أثار لو إحنا متطلقين بمحكمة؟ أثار بقى اللي هي الحضانة والرؤية وقانون الرؤية والظروف القاسية دي اللي بتحط فيها الطفل، إزاي أقدر أتفادى هذه الأثار؟ أبعد موضوع أن إحنا بنختلف وبنحتد كزوجين، لأن أنا دلوقتي في النص أطفال، انا اسأت الاختيار من البدايه، مش لازم ابين لاولادي او اعاقبهم على سوء اختياري، لازم ابقى متفهمه النقطه دي كويس جدا. معنى كده ان انا بلاش ابالغ في المشكله لحد ما توصل للمحكمه، او ان الطفل يتعرض فعلا قدام القاضي تختار تعيش مع مين. مهزله، الطفل فعلا بيتكسر نفسيا وقتها، وبيبدا يشوف ان كل طرف فيهم ظلمه، لان هو حطه في الوضع ده مهما كان سنه. بيكبر شويه بشويه وبيبدا يدرك ان هو حطوه في وضع كان فيه اختيار ما بينهم، وده ما ينفعش. بس هو الاختيار بيبقى في سن معين، يعني بعد سن الحضانه ما بيخلص، المفروض ان بيبقى الاختيار بعد كده، كبر شويه بدا يفهم. حتى لو لان هو شايف ان يعني في العادي هو محتاج ليهم نفسيا، هو محتاج ليهم هما الاثنين، ما ينفعش ان انا اخير ما بينهم. طيب احنا خلينا طبعا نقول خلاصه فقرتنا دي، انه حتى لو في خلافات واضطريتوا ان انتوا تروحوا للمحكمه، يا ريت تتراجعوا ثانيه كده وتقعدوا مع بعض وتحاولوا انتوا تخلصوا الموضوع بشكل ودي، لان ده بيكون ليه تاثير سيء جدا على الاطفال. بنشكرك شكرا جزيلا استاذه سهام حسن، اخصائيه نفسيه وتعديل سلوكيات الاطفال، وصباحك صباح الورد. صباح الفل. صباح الورد عليكي واهلا بيكي. ومشاهدينا بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده، وصباح الفل عليك يا مها. صباح الورد عليك يا ايمان، كنا معكم ايمان عبد الباقي ومها بهنسي، وصباح الورد. مصر مكتوبه لابني، لابني وابنك، وعجبني انك مشاركني بتبني معاك، واللي مكسور يتصلح، شاركتني وحاجه تفرح، مش هنمشي غير مش هاي.